Can we please have quiet on the set? نادي منو محمود؟ نادي حال أخوي حارس أخبارك؟ وياك أخوك معين البستي. ونعم الله يسلمك أخوي حارس. أنا قبل ما يكمل اليوم كلمني بحور قال أنا جاي اليوم، تعال محمود جاي بربعه وبنتلاقى. قلت زين في البيت أنا موجود، سجلت لي فيديو براويك وياه بعد شوي. حلو أخوي حارس، بس أنا أطلب الفيديو بعد ما شفت الموضوع. أباك تركز وياي زين. فيديو جزيرة من الماضي حادث معين من المستقبل. أول شيء شو أخبار العلوم؟ تمام. اللي أبغاك تسويه شيء بسيط جدا جدا جدا، أبغاك تفكر في رقم من واحد إلى مية. من واحد إلى مية مخرج فيديو جديد. بس الرقم موجود في المخ. تمام. الرقم شو كان؟ الرقم اللي في مخك. انت فكرت الرقم الواحد لأمية صح؟ ايه. شو كان الرقم اللي 77 77 هي. تبغى تغير عن 77 تبغى ترجع 77؟ لا 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 بس قول 77 77 ما انت متأكد؟ ايه. حارث كنت مفكر الرقم صح؟ اوكي. سبعة وسبعين أباك تسويه، أباك تفكر لي رقم من واحد لتسعة. أيوه أنا عارف هذا، أنت بتفتح تلفوني. لا أبداً أبداً، الرقم من واحد لتسعة. شو الرقم اللي في مخك؟ واحد لتسعة. غيره. لا لا قول لي رقم واحد من واحد لتسعة. ثمانية. ثمانية متأكد؟ إيه. حلو؟ شوف حارب تلفونك وياي؟ إيه. شوف. لا لا. إحنا؟ لا بس. إذا طالع؟ إذا طالع؟ شوف 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 شوف. ايه حارف صبعك 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 حارف حارف صبعك شوف 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 بس صبعك بس صبعك صبعك يا خيك هاي خدت الفاتحة أبني صبعك أوكي شوف خدت من هني صح؟ شوف شباب لا مكان غلط لحظة أوكي أوكي لحظة حارف أبني صبعك بلو قال له خذت التليفون شوف حارف واحد اثنين طول انت جامع انت لحظه لحظه حركه الاي تي ام حارف حسيت لمستك صح؟ ايه لا تسموا لي حرف لا 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 غمض 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 حرف على كم لمسه حسيت اني لمسته؟ والله ما اذكر تقريبا بس اظني ثلاث مرات حرف نعم اخوي على وين لمستك اخوي حرف؟ كتفي اليمين كتفي اليمين من ورا بس ممكن حارف بعد جوهر تأشر لي على وين اللي مسك؟ أنا بروح السلام عليكم. محمود ترى ما غمض عينك. على على آخر مرة أبا بس تحط صبعك على المكان اللي قاعد تمسك فيه. حصل. أيوة. أوكي.
تهز راسك كل ما لمست منطقة جسمك الثاني. أخوي محمود، كل ما حسيت بلمس أو بضغط أباك ترفع إيدك على ليفل غرشة ماي، أوكي؟ كل ما حسيت بلمس، هو الحين اللي ما أقول لك، حلو؟ هذا اللي، أوكي؟ مرة كذا، وكل ما تشوف إن الضغط راح، اللمس راح، أباك تنزلها على الطاولة مرة ثانية. آخر مرة أخوي محمود، اللي أباك تقول لي انت كنت حاسس بالضغط صح؟ ايه. على وين انت حاسس بالضغط يا اخوي محمود؟ على ريدي. على وين من ريدي اخوي؟ الصدري اللي على جنب. اللي هو اي ريد؟ ريد اليسار. اليمين ولا اليمين صح؟ ايه. تفتح عينك اخوي محمود. كان يدق ريد هو. ترى ما حد لمسه. ما حد لمس قاعد ولا قاعد والله لا وربعك هم اللي يتحكمون فيك عشان تعرف وربعك هم اللي كانوا يتحكمون فيك عشان تعرف ان احنا شو جايين شوف فيديو هذاك بعدين واحنا نحرك جاهز حدون زياده ولا لا؟ هذا الاي تي ام يدري بالاي تي ام باسورد مالك ولا لا؟ 21 يعرفون يعرفون قبل الحساب؟ لا ما مخبرين لا ما يعرفون زين بس يعرفون رقم الاي تي ام ما شاء الله يعرفون العالم كله يقول انا ما اعرف ما في اي طريقه ممكن اعرف صاحب محمود انا اعرف مستحيل اوعى من غير وجه زين اول رقم ما بقول اخر رقمين بقول بحاول اقول اول رقم اول رقم في ارقام متكرره صح في الاي تي ام باسورد مالك؟ في ارقام متكرره صح؟ انزين لا في ارقام تحت وفي ارقام فوق يعني في ارقام من الارقام اللي في بدايه الارقام وفي ارقام اللي في نهايه الارقام في مركز من الارقام في ارقام متكرره او رقم واحد صح؟ صح ثاني رقم اخوي حرف الثالث ابوك ثمانية صح؟ لا ما يعرف انزل اقول صح ولا بس قلنا غير يدري
اخوي محمود انت بتستعمل النوت تفهم في الايفون صح؟ انا الحين قبل مثلا بكتب الفلم من الكراش بعد ما انا في النوت صح؟ انا من النوع اللي عندي لسته دائما في النوت موجوده لسته فنانين اسمك ما ابو ياه لسته فنانين لسته ما عشو لسته هذا بس فعندي لسته دائما موجوده اللي باك تسوي اخوي محمود اباك تختار لي رقم من 1 لـ100 من 1 لـ100 ولا 100 لا تخبرني فخبر انا عندي في النوت عندي لسات موجوده بس اباك تختار لي رقم عندك رقم بس قول لي لو اللي هو 13 متاكد عندي نوت اباك تشوفه شباب هذا النوت عندي انت اخترت رقم 13 صح عندي باللسته اللي موجوده شباب عندي سيلبرتيز عندي بيفرجز عندي فاميلي جيفت ايدياز عندي وايد اشياء محمود ما تشوف انزين محمود اختار رقم 13 صح عندي اللسته هاي موجوده صح خلينا ندخل على السيلبرتيز بندخل على السيلبرتيز خلينا نشوف منو السيلبرتيز دخلنا سيلبرتيز لو تشوف في توم هانكس في اسامي كيم كارداشيان في توم كروز في ما اعرف شو في ليدي غاغا في هاللسته كلها موجوده حلو. كل الفنانين انت شفت الرقم شو؟ 13 لو نشوف الرقم 13 في حافظ بعد شوف ويانا رقم 13 منو؟ مايكل جاكسون صح؟ صح مايكل جاكسون اخترت انت رقم 13 في اللسته عندي رقم 13 مايكل جاكسون خلينا نشوف البيفرجز شو؟ بيفرجز مايكل جاكسون خلينا نشوف بيفرجز عندنا مثلا كوكا كولا عندنا ما اعرف شو عندنا كل الامور الطيبه اللي محمود يحبها موجوده عندنا فعندنا رقم 13 سيلبرتيز منو كان؟ مايكل جاكسون رقم 13 انت اخترت شو رقم 13 شباب شوف محمود شوف شباب رقم 13 شو؟ شو رقم 13 ميرسي شوف ما عليك انت اخترت رقم 13 رقم 13 في السيلبرتيز منو كان؟ مايكل جاكسون بالبيفرجز منو؟ بيبسي حارس انا طرشت لك صوره قبل ما نبدا الحركه هاي من اغانيها صدق؟ قبل ما محمود اختار شو اي رقم الله يرحمه اخترت انت صوره السيلبرتي منو كان؟ مايكل جاكسون والبيفرجز؟ بيبسي اباك تفتح الصوره تراويهم شو هي الصوره اللي عندك موجوده حارس بالتليفون؟ هاي قبلك مايكل جاكسون ولا بيبسي؟ ايوه هل في اي احد في الكون يعرف شو حطيت في السيرش؟ لا في الكون لا حطيت شيء انا اشك انك انت كانك تحديتني فيه كانك حطيته اللي ما بعرفه ممكن صح؟ صح؟ يعني كان اللي بعرفه حتى من السرعه غلطت في الاسم غلطت بعد زين وبعد بحاول اخمن شو؟ تخيل انه في خيط من مخك لمخي زين تليفونك انت دخلت على الويكيبيديا حطيت سيرش لو قلت المعلومه هاي صح بيجين يقولونك بتتخبط بتنجز من مكانك بنجز من مكانك حطيت بالسيرش محمود بوشهري قول ايه ولا لا قول ايه ولا لا حطيت محمود ولا تعبير قول محمود ليش تسوي يلا دخلك في جوجل دخل مو في الجوجل دخل في مخك اذا ما تسوي اخوي يحفظ صح؟ تليفونك صح؟ ابغاك تاخذ الاله الحاسبه ابغاك تحطي اي 3 ارقام حطي اي 3 ارقام اي 3 ارقام والله انت ما تفكر وقت حطي اضرب سوي ضرب اي 3 ارقام ثانيه ضرب انت قول له اي 3 ارقام 9 8 7 ضرب حارس قول له اي 3 ارقام 7 7 7 ضرب اخر 3 ارقام واخر رقمين من محمود قول له 8 8
ثمانية ثمانية. سوي يساوي وراوينا الشاشة. هذا رقم انت ضربت ثلاث ارقام رقمين صح؟ اخوي احمد لو تشوف الرقم كانه رقم تليفون صح؟ اباك تسوي كوبي الرقم، سوي كوبي انزين سير على الكول احذف الكوماس انزين سوي بيست ضيف صفر اول شيء ضيف صفر اول شيء كانه رقم تليفون ضيف صفر اول شيء زين شو اللي صار اخوي؟ زين اخوي احمد انت قول ايش استوى؟ خلها طيب ثلاث ارقام من عندي زين ضربتها ثلاث ارقام عندي ضربتها ثلاث ارقام وضربتها ثلاث ارقام من احمد ثلاث ارقام من حارث رقمين عندك وسويت ايكوال طلع رقم اخذت الرقم سرت الكول صح هالرقم انت جمعته وضربته وسويته وعبسته فوق وتحت وطلعته صح؟ انا ما دريت انت الابد خير صح؟ ابغاك تتصل بالرقم هذا احمد سوى كل اللي سوى احمد ابغاك تشوف تليفوني هل هذا رقم تليفونك؟ يا شباب اليوم لازم نرد الجماعة نكون حامين بعض اليوم نحمي بعض اليوم نحمي بعض صراحة شوف وايد استمتعت اليوم انا وايد استمتعت شيء غريب وحارث اللي سويته فيني في حارث انا مصدوم اي والله صدق والله ما تمصدوم والحركه اللي سويتها مع احمد انا زايد هذا اللي بنتعلمها انا زايد مصدوم زايد صراحه اشكرك استانست وايد استمتعت لا راح ناخذ رأيك انت خذيت ارقامنا من غير ما نعرف ما اخذ رقم احمد ما بس في التليفون الجديد انا ما اخذ رقم لا عندي رقم حارث